مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. مشكلة بيعاني منها كل الفئات وهي الكسل أو التعب المستمر. زمان كان اللي بيشتكي منها مقتصر بس على الكبار، كبار السن. دلوقتي بقينا بنسمع كمان الشكوى من أمهات وأطفال وطلاب وحتى الرياضيين. بيجي عليهم كده فترة يتعبوا، يحسوا تعب مستمر. طيب إيه الأسباب؟ وهل نكتفي بالأكل الصحي ولا لأ؟ وهل المكملات الغذائية ضرورة للأطفال؟ طيب هتجاوبنا طبعا على كل ده ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا عزيزه، منورانا بجد. حبيبتي بنورك يا قلبي. حبيبه قلبي حبيبتي. طبعا الموضوع جميل، وطبعا كل مره بيبقى فيه اضافه جميله تفتح لنا كده السكه لحاجات ما بنبقاش واخدين بالنا منها. فالكلام بيجيب بعضه بنكتشف بجد حاجات حلوه جدا وحاجات مهمه بنقع فيها، سواء اخطاء أو حاجات إيجابية ندعمها بشكل أقوى الفترة دي. طبعا الفكرة هي ما بقتش مقتصرة بقى على كبار السن ولا حاجة، احنا أصبحنا كبار السن من دلوقتي من كتر الإجهاد والحياة بقت واخدة شكل مختلف روتيني، بس بقى سريع قوي وما بقيناش فيه الراحة بتاعت زمان، وما بقتش الأشغال زي زمان اللي هي فيها الوقت للساعة 3 أو 4 الموظف أو الأب بيرجع يبقى متواجد في بيته طول الوقت، ففي وقت للراحه ووقت للفن ان احنا نخرج او نتزاور او فاصبح الروتين سريع. فالناس اللي بتشتغل بالليل بتنام بالنهار، والناس اللي بتشتغل بالنهار يعني ما بتلحقش تنام بالليل، بيبقى عندها حاجات تانية فبترجع متاخر، فبقينا في الحياه دي. طبعا. طيب ما بقناش ناكل اكل صحي، يمكن بنحاول نحافظ على طبق السلطه، على بعض الحاجات اللي احنا ما نلجالهاش في زيوت و يبقى طريقه الطهي شويه صحيه الى حد كبير، وده اللي انا بحاول حقيقه افعله من البرنامج عشان اساعد مع المكملات الغذائيه اللي دايما بتكلمينا عن انواع فيها محترمه تدعمنا، اسعارها مناسبه لكل الناس. فخلينا نتكلم بقى على فكره الدعم، الاحساس الخمول والتعب وده، قولي لنا بقى، ما هو بيبقى ليه اسباب كتيره مش طبعًا بس نقص مكملات غذائيه طبعًا، لكن كلمينا عنه بصفه عامه الاول يا دندون. موضوع التعب والخمول يا عظيمه ليه اسباب كتيره جدا، من اهم الاسباب اكيد سوء التغذيه، يعني ده سبب رئيسي سوء التغذيه. وزي ما قلت ان على طول بنبقى بره فبنستسهل وناكل اكل من بره كله دهون غير صحيه، زيوت غير صحيه، مقليات، كل الحاجات دي بتؤدي الى كسل وخمول. كمية السكريات والحلويات اللي بناكلها انتيك يومي ده بيؤدي إلى كسل وخمول. وفي حاجات تانية يعني في مشاكل صحية بتؤدي إلى كسل وخمول، زي مشاكل القلب، زي مشاكل الكلى، زي مشاكل الكبد، زي مشاكل الغدة الدرقية. كل الحاجات دي بتؤدي إلى كسل وخمول. وضعف المناعة بيؤدي إلى كسل وخمول، لو كل شوية يجيلي انفلونزا أو برد ده برضو بيؤدي إلى كسل وخمول. مع المشاكل النفسيه برضو بتؤدي الى كسل وخمول، عشان كده بقول لازم ندعم جدا صحتنا النفسيه. من اهم الفيتامينات المهمه جدا لدعم الطاقه هو فيتامين بي كومبلكس، كل عائله فيتامين بي، مش بس الثيامين، مش بس الرايبوفلافين، البيوتين والفوليك اسيد والكوبالامين اللي بينتج لي كرات دم حمراء، كل عائله فيتامين بي كومبلكس مهمه جدا لدعم الطاقه. احنا كلنا لازم نعرف ندير طاقتنا. مش معقوله يعني زي ما قلتي ان السن الكبير ده اللي بيبقى طاقته قليله، انا يعني الواحد بقى يشوف دلوقتي طلاب في جامعات واصغر، والله اصغر اطفال من رابعه ابتدائي وانت طالعه بالظبط. لا انا لازم اعرف ادعم طاقتي، وانس ان الست او الراجل عرفوا يدعموا طاقتهم مودهم هيبقى احسن، الصحه النفسيه احسن. ومهم كمان مع الب مالتي فيت اللي هتكلم عليه ان احنا نعمل شويه رياضه مع الاكل الصحي، نشرب ميه كويس جدا عشان ما نعرضش جسمنا للجفاف، الجفاف هيخلي يبقى في عدم طاقه. ندعم مناعتنا بفيتامين سي وبزنك، ده بيعلي لي الطاقه بتاعتي. طبعا هندعم مناعتي ازاي وهندعم قوه التركيز ازاي، والطلاب اللي عندهم امتحانات يركزوا معايا. هندعم كل الحاجات دي ازاي؟ بألب مالتي فيت، او الاسم العلمي بتاعه اي ال بي مالتي فيت. الصوره واضحه على الشاشه،
ما عنديش بديل. ده شكل العلبة، أكيد أعتقد السادة المشاهدين حفظوا شكل العلبة، أو اللي مش حفظوا يصوروا عشان لما نروح الصيدلية نسأل عنه. ما عنديش بديل. قلب مالتي فيت رائع، في زي ما احنا شايفين يا عظيمه المكونات بالتركيز، المكونات بتاعته بقى زنك، عندي اعلى تركيز في الزنك، وده اللي بيميز الفا مالتي فيت. زنك يعني مناعه، يعني شعر، جمال شعر، يعني جمال بشره، يعني كل الوظائف الحيويه، وقصاده نحاس طبعا. عندي فيتامين ه اللي هو فيتامين اي 13.5، ده اقوى مضاد اكسده في العالم، فيتامين اي. مهم قوي ان انا ادعم الانتي اوكسيد، ادعم ان انا جسمي بيتاكسد. الاكسده يعني تلف في الخلايا، يعني تعجيز الخلايا، يعني شيخوخه في البشره، فلازم ادعم بالانتي اوكسيد اللي هو فيتامين اي. عندي فيتامين ب الكومبلكس جميعها، من 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12، زي ما احنا شايفين ثالث بوينت غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، بالاضافه الى الفوليك اسيد لزياده الطاقه وتحسين التمثيل الغذائي وتكوين خلايا الدم بشكل صحي، لانه فيه كوبالامين. طيب ايه تاني بيميز الفا مالتي فيت؟ انه يحتوي على مزيج من الزنك والنحاس. عشان كده بقول الساده المشاهدين اللي ماشيين على مالتي فيتامين اخر فيه زنك بس على المدى الطويل مش حلو، لان لازم يبقى فيه نحاس عشان يشغله. فالاثنين زنك مع نحاس يعني مناعه، يعني طاقه، يعني ذكوره، يعني شعر، يعني جمال شعر وجمال بشره. هي بيجمع بين الزنك والبيوتين، البيوتين فيتامين بي 7 والنياسين برضو من عائله فيتامين بي والنحاس، يدعم صحه الجلد والشعر والاظافر. اعتقد ان الصفحه الشكل اللي احنا الصوره دي ده المميزات بتاعت الب مالتي فيت عن بقيه المكملات الغذائيه اللي موجوده في الماركت. بلس لا وبلس السعر. ايوه طبعا سعره بجد مناسب لكل الفئات، ودي بصراحه حاجه تهمني وتهم ناس كتير من المشاهدين. طبعا لانه يقدر يستمر عليه. ما هو الفكره مش ان انا اجيبه مره، الفكره في الاستمراريه، صح كده؟ الفيتامين مهم قوي ان انا استمر عليه، لان بقول طاقه وبقول مناعه وبقول صحه شعر وصحه بشره. الفيتامينز الجسم محتاج فيتامينات ديلي كل يوم. لو وقفت الفيتامينز، يعني اخدت علبه ووقفت بقى بالثلاث اربع شهور، هرجع تاني الخمول والكسل، ما دام انا كمان مش مركزه في اكلي كويس، الاكل الصحي. الب مالتي فيت رائع، واتس ديلي روتين، تركيزاته حلوه جدا، ما خافش من التركيزات بتاعت الفيتامينات. الكالسيوم موجود 70 ملي جرام، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فده بيديني امان وبيدي الساده المشاهدين امان ان احنا كلنا نقدر نستخدمه، وانه ما فيهوش اي اعراض جانبيه وما فيهوش خطوره اطلاقا. طيب احنا معانا عبير. الو. الو مساء الخير يا شيخ. اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا عبير؟ ازيك يا دكتور دينا، عامله ايه؟ اهلا بيكي من الفيوم، تحياتي لكل اهلنا في الفيوم. ازيك يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي. معاكي. كنت بس عايزه اسال حضرتك، انا دايما من وقت للتاني كده بيجي لي تنميل في ايدي واعصابي كده، ساعات من وقت للتاني بترياش كده. اوكي. وكمان شعري بيتساقط، يعني اوكي بيتساقط كتير. عبير، مهم في قصة التنميل طبعا ان احنا نطمن على نسبة السكر في الدم اكيد، ونطمن من تحليل ان مفيش نقص للحديد وكده، وانك انت تاخدي الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت داعم جدا للاعصاب. تنميل الاطراف ممكن يكون الاعصاب عندك ضعيفه شويه، هتاخدي الب مالتي فيت. وليه بقول الب مالتي فيت تحديدا؟ لان الب مالتي فيت فيه كل عائله فيتامين ب، فده مهم جدا لصحه الاعصاب. بالنسبه للشعر، هتطمني من الغده الدرقيه انها سليمه، هتطمني من وظائف الكلى انها سليمه، ووقتها اقدر اقول لك ممكن يبقى نتيجه نقص البيوتين ونقص الزنك. الب مالتي فيت غني بالبيوتين والزنك، تقدري تستخدمي الب مالتي فيت كبسوله واحده في اليوم، هتلاقي نتيجة حلوة قوي في شعرها، وهتلاقي نتيجة إن أطرافها ما بتنملش زي الأول. شكرا ليك يا عبير، والله أنا مبسوطة جدا إنه بقى في تفاعل بين الناس بجد، والله على الفقرة الخاصة بيكي بجد يا دينا حبيبتي عظيمة، وإن الناس بقت أكثر وعيا، ودي حاجة أنا يعني بتبسط بيها. كلنا أكيد الواحد بقى يعني يستمتع إنه في ناس فعلا بتسأل أسئلة يعني ليها هدف طبعا، وحتى لو هي مش فاهمه فبتسال عشان تفهم، فده مش عيب، ودي حاجه جميله جدا. اسمحي لي بس، انا معايا اسئله برضو لبعض المشاهدين، خلينا نجاوبهم من خلال فقرتنا النهارده، وبعدين نستكمل حديثنا عن الفا مالتي فيت. عندنا ايه خالد،
آية بتسأل: السلام عليكم، كنت محتاجة أعرف من دكتورة دينا هل لو طبيعي أن وقت الدورة الشهرية عظمي بيوجعني جدا، بضطر أني أخد مسكنات عشان الألم يقل، فكنت عاوزة أعرف مفروض أعمل إيه وشكرا. شكرا ليكي يا آية. طبعا وقت الدورة الشهرية أي إحنا يعني الستات كلها بتبقى تعبانة جدا، الهرمونات بتتلخبط، آلام في الجسم ونفخة في الجسم، فطبيعي لازم أخد مسكن وقتها يعني. عشان بيقول حتى البنات والله طبعًا. مش بس السيدات، لا البنات أكتر من السيدات أكتر كمان. فبعد عملها اكيد قلب مالتي فيت جدا، عشان لو هي بتفقد دم كتير نقدر نعوض بالكوبالامين، فهيبقى رائع معاها قلب مالتي فيت، وبلس انه فيه كالسيوم، بلس انه فيه فيتامين سي، بلس انه فيه فيتامين اي. فيتامين اي هيبقى رائع معاها وقت الدوره الشهريه، لان فيتامين اي بيقلل التهابات الجسم وبيعزز لي الدوره الدمويه. فطبعا الف مالتي فيت هيبقى رائع معاها، هتاخد منه كبس قرص واحد بس في اليوم. كويس. ومش بس وقت الدوره الشهريه، لا تستمر ممكن يحسنها بعدين. بالظبط. وبعدين بيحسن المود بشكل عام. المود بيحسن مهم. المزاج الف مالتي فيت فعلا بيعزز النشاط، فبالتالي بيعزز التمثيل الغذائي والميتابوليزم بتاع الجسم، وبيحسن المزاج جدا، لان البنت او السيده وقت الدوره الشهريه بيبقى مزاجها مش رايق خالص. اكيد بيأثر على المود فعلا، دي حقيقه. طيب احنا معانا احمد جدله بيقول ان هو بيشعر بخمول وتعب على طول، انه يعني مش عارف يؤدي مهامه اليوميه في اعمال شغله، يعني على طول حاسس بحاله من الخمول زياده لدرجه ان هو ما بيبقاش قادر يكمل عدد ساعات الشغل بتاعته، فممكن يعمل ايه؟ مع تحياتي. شكرا ليكي. مهم قوي ان هو يدعم الاكل بالعناصر الغذائيه، ده مهم جدا، ويطمن اكيد على وظائف الكبد انها سليمه، وياخد قلب مالتي فيت هيدعم جدا النشاط بتاعه. زي ما انا قلت، من اقوى المكملات الغذائيه لتدعيم النشاط والتمثيل الغذائي هو قلب مالتي فيت لاحتوائه على فيتامين ب. فيتامين ب هو اللي بيحول لي الاكل اللي بناكله الى طاقه، سواء كربوهيدرات او بروتين او دهون، كل الحاجات دي بتتحول لطاقه. فبدعم له جدا قلب مالتي فيت، هياخد كبسوله قرص واحد بس في اليوم بعد الفطار لو بفطر كويس قوي، او بعد الغداء لو ما بفطرش، على حسب وجبته، عشان محدش يعني ياخده على معده فاضيه. مش بس قلب مالتي فيت، كل الفيتامينات مش بتبقى تقيل على المعده. تمام. فافطر واخده بعد الفطار بساعه على كوبايه ميه كبيره. حلو جدا. طيب معانا منار برضو. منار بتسأل بتقول ان هي يعني اللي بيتخطى سن الـ40 من السيدات، ايه هي الفيتامينز المحددة اللي المفروض واحد يدعمها بعد سن الـ40 تحديدا؟ مهم ليها جدا جدا الكالسيوم، جدا يعني رقم واحد كالسيوم. اوكي. مهم ليها جدا فيتامين سي، مهم ليها جدا فيتامين ب، كل عائلة فيتامين ب، ومهم ليها الأوميجا. فهي دي الفيتامينات المهمه ليها جدا. اكيد برشح لها الفا مالتي فيت، هتلاقي مودها احسن، هتلاقي طاقتها احسن، هتلاقي تركيزها احسن، هتلاقي شعرها كمان. انت عارفه كمان في الوقت ده بيحصل تغيرات هرمونيه. صحيح. فالبشره بتتاثر والشعر بيتاثر، اكتر حاجتين بيتاثروا اول ما بيحصل تغيرات في الهرمونز البشره والشعر. الفا مالتي فيت هيبقى داعم جدا للبشره، لانه فيه فيتامين سي. فيتامين سي بيعزز لي الكولاجين وبيعزز لي امتصاص الحديد، فمش هتلاقي ان بشرتها شحبه خالص. عندي دخله كمان بيوتين هيدعم شعرها جدا. دخله البيوتين والكالسيوم والزنك هيدعم ضوافرها جدا. اكيد برشح لها الف مالتي فيت اللي صورته موجوده على الشاشه، وبرجع اقول انه امن جدا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء وموجود في الصيدليات. فمعنى كده ان انا عندي الامان الشديد ان انا باخد اي حاجه من الصيدليه، معنى كده انها مرخصه 100% أمنة. أكيد. وطب بالنسبة لجرعة الأطفال، يعني أول هم في سن البلوغ زي ما قلت لي، كل الجرعة اللي مصرح بيها من هيئة سلامة الغذاء هو كبسولة واحدة، سوري قرص واحد. تمام. هو تابلت يعني، هو قرص، هو قرص واحد بس في اليوم. يجي حد يقول لي لا أصلا أنا عندي ضعف شديد أو عندي نقص شديد في الفيتامينات، وقتها بقول حضرتك بتستشير الدكتور لو هتاخد أكتر من قرص. كويس. طيب هسألك بقى حاجة، دي جات لي أنا شخصيا أسئلة من خلال أصدقائي، ومش عارفة دي ليها علاقة بالموضوع ده ولا لأ، نقص الفيتامينز ولا لأ. يقولك أول ما أصحى من النوم، في ناس الدنيا تظلم كده فجأة، وبعدين ياخد كم ثواني كده أول ما يبدأ
يبدا تركيزه والدنيا يرجع يبدا يشوف الصوره واضحه قدامه. ده ليه يا دينا؟ ممكن احيانا اكيد بيبقى نقص الفيتامينز والمينرالز. وعايزه اقول لك ان الفيتامينات بتدعم صحه العين. ناس كتير ما تعرفش ده. مثلا فيتامين A بيدعم جدا، عشان كده بقول لك ايه، الجزر بيقوي النظر. طبعا لانه بيحتوي على فيتامين A. اللي بيدعم صحه العين فيتامين B عشان اعصاب العين كمان. فطبعا قلب مالتي فيت هيبقى رائع حتى لتدعيم صحه العين. هايل. وليس علاج لاي مرض سواء بس كمان ممكن يدعم الحاله دي طبعًا. لو هي بناء على نقص الفيتامين. طبعا يدعم جدا. طيب خلينا نتكلم عن اصحاب الامراض المزمنه، عشان برضو لو لسه حد منضم ولسه بيشوفنا لاول مره، اصحاب الامراض المزمنه ممكن ياخدوا قلب مالتي فيت بامان شديد بالنسبه لهم؟ قلب مالتي فيت امن جدا، بيتاخد مع اي دواء، ما عنديش اي مشكله. بدعم جدا قلب مالتي فيت اصحاب امراض السكر، بيدعموا جدا الـ 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 يعني الدكتور بيدعم جدا فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. اصحاب او المريض الكوليسترول ما عنديش اي مشكله، بياخده مع الدواء، او مريض القلب بياخده مع، لو بياخد دواء كوليسترول او سيوله، هو لا يتعرض اطلاقا مع اي دواء. الدواء هو العلاج الوحيد لاي مرض، والفيتامينات هي داعمه للصحه. طيب قولي لي بقى، هو المفروض كده بيبداوا يحسوا بالتحسن، هم لازم كاتبين بقى نحس بالتحسن بعد قد ايه؟ لو هتكلم يا عظيمه على النشاط وعلى التركيز، انا في خلال يومين بحس بتحسن ملحوظ. والله طبعا هتلاقي تحسن حلو في النشاط والتركيز. لو هتكلم، لو الستات تقولي طب انا شعري بيقع، اكيد مش قبل شهر لما الاقي تحسن في الشعر. فهمت. بياخد فتره شويه، بياخد فتره الشعر، لكن التركيز والنشاط وتحسين المزاج، الحيويه ده من بعد 3 يوم بالكثير هحس بحيويه ونشاط حلوين جدا. طيب الاستمرار بقى على الالبا مالتي فيت، بما انه من الفيتامينز، وفي ناس كتير تقول لك ايه ما نكترش من فتره ان احنا ناخد فيتامين، لازم نغير. فقولي لنا برده الفكره منها ايه، ونبقى النصيحه. الالبا مالتي فيت امن جدا، بيستخدم ديلي يوز، التراكيز بتاعتي بسيطه، ما بخافش من تراكم اي فيتامين فيه. بلس ان حتى لو كانت التركيز عاليه، وده مش موجود في قلب مالتي فيت، بالنسبه للفيتامينات الووتر سوليبل او القابله للذوبان في الماء، لا تخزن في الخلايا. الاكسيد والتركيز العالي بينزل عن طريق البول. لكن قلب مالتي فيت اصلا كمان تركيزه مش عاليه، عشان ما حملش على الكلى. تمام. فطبعا قلب مالتي فيت اتس ديلي يوز، تركيزه حلوه وبسيطه، ان انا امشي بيه، مش محتاجه ان انا اوقف. طب قولي لنا السن، الاعمار اللي ممكن الولاد الصغيرين يستخدموه فيه. ابتداء من 13 14 سنه ببدا استخدمه، ما فيش اي مشكله. الولاد اللي بتلعب بقى تمارين والرياضيين، مش عايزين ننساهم. الرياضيين هيبقى حلو قوي ليهم. ليه؟ عشان اولا هو في فيتامين بي، زي ما انا قلت هو داعم جدا للاعصاب. فيتامين بي، في زنك بيعمل لي ارتخاء للعضله، في فيتامين سي مهم قوي للمناعه، عشان لازم طول الوقت نقوي مناعتنا. وفيتامين بي مهم جدا للنشاط، عشان لو عايز يقعد فتره اطول في الجيم من غير ما يحس بتعب. طيب. بلس ان هو ياكل بروتين كتير. ماما طبعا لازم هاي بروتين. طب قولي لنا بقى سؤال، يحصلوا على، قولي لنا تاني، نحصل ازاي على الفا مالتي فيت، عشان برضو اصدقائنا اللي في كل المحافظات، وقولي لنا انكم دعمتوا بارقام زياده. اوكي. الفا مالتي فيت هنقدر نحصل عليه عن طريق، احنا موجودين في سلسله صيدلات كبيره. سلسله الصيدلات موجوده في كل محافظات مصر، الاقصر لغايه مرسى مطروح، البحر الاحمر، كل المحافظات، الفيوم، اسكندريه، كل حاجه. ممكن حد يقول لي طب انا مش عايزه اجيبه من الصيدليه، عايزاه يجي لي اوردر على البيت، فقط من طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. احنا دعمنا، كان عندنا اعتقد 4 ارقام، دعمنا برقمين زياده عشان كويس. الناس اللي بتشتكي ان طول الوقت ده جه لي كومنت فعلا عليها على الصفحه. وعايزه اقول احنا مش موجودين بس وقت الحلقه، عشان لو بتقولوا ان في الحلقه احنا على طول مشغولين، بتقدروا تصوروا الرقم وتتكلموا حتى بعد الحلقه، الكول سنتر موجود. بلس ان احنا زي ما احنا شايفين عندنا للمزيد من المعلومات والاستفسارات عبر الفيسبوك، في صفحه كمان، دي صفحتنا على الفيسبوك، عشان لو عايزين تستفسروا اكتر، هي دي منافذ البيع بتاعتنا بس. طيب احنا خلاص، احنا اتكلمنا عن كل يعني اللي بيميز الالبا مالتي فيت. الاسعار احنا قلنا انتوا ساعات بتعملوا اوفرز، هل انتوا بيعرفوا زي موضوع الاوفر لو في عرض؟ عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه، يعني لما بيتصلوا. طبعا. لكن انتوا مش بتنزلوه مثلا على الصفحه، عايزين نسهل على الناس يا دندون. ان شاء الله. ان شاء الله ننزل على الصفحه. ننزل على الصفحه إن شاء الله. يبقى يعني كده يعني طلبك، هقول هخلص ان انا هكلم الشركه اقول لهم عظيمه عايزه لو في اي اوفر ينزل على الصفحه، ينزل عشان لو في ناس بتتابع بس صفحه الفيسبوك. عايزه اقول لك على حاجه، انا مش محتاجه اوفر. ليه؟ قولي لي.
ألب مالتي فيت كواليتي عالية قوي وسعره بسيط. أنا أوفر عارف. ليه؟ لا أنا أقصد يعني... إنه أحياناً إحنا عملنا حلقات على أساس إنه في مثلاً ناس عايزة تخس فإحنا بتجمع بين بين الاثنين. أيوة. فعايزة أوكي. الناس الكورس. تبقى عارفة الكورس ده بيبقى هايل ده رائع عايزة طبعاً. الناس أصدقائي بقى أصدقائي اللي هنا بيتابعوني يدينا يستفيدوا. ما هو طبعاً على عن طريق الصفحات دي بيبقى فيه المنتج الثاني المنتج التخسيس البيستا طبعاً ومعاه طبعاً ألب مالتي فيت ده كورس بقى ده كورس تاني بتاع التخسيس وخصوصا انه بيبقى السعر كويس بيقدروا يحصلوا على الاثنين بلس انه عشان يستمروا عليه انا بتكلم على الاستمراريه طبعا هو ده المهم في الموضوع طبعا لا طبعا كل الاستفسارات دي الكول سنتر ملم بيها وهيعرفوا يردوا على كل الناس وكلموا عن طريق الارقام يعني اقصد بيعرضوها اهم حاجه طبعا في وسيله طبعا. عرض شور ده مهم 100% جدا. حبيبتي استقبلي يا دندون والله بجد اسمحوا لي يعني اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال نورتيني وشرفتيني يا دندون حبيبه قلبي ودايما منوراني ودايما متالقه وميرسي لكل يعني اجاباتك على اسئله اصدقائنا بجد شكرا ليكي شكرا لمتابعه حضراتكم بجد وشكرا على اسئلتكم وانكم بداتوا يعني كده يبقى في بيننا لغه حوار واسئله جميله واتمنى نكون دايما عند حسن ظنكم وجاوبنا على كل الاسئله المطلوبه في الفقره الخاصه بدكتور دينا ابو سعود ومن هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده والسلام عليكم.